السلام عليكم، كديرين؟ بخير هانيه، كديرين مع الصحه؟ كديرين مع الصهد؟ الصهد هاد اليامات غادي يكون سخون الحال. ياك هانيه بخير، كلشي لاباس؟ شربوا معايا قهوه. مرحبا بكم، مرحبا. واحد على كورنيش ديال الرباط. اش كتعاودوا؟ توحشناكم. بخير، كي جاكم القصص؟ هي قصص بسيطه ولكن فيها عبره. اليوم غادي نحكي لكم على واحد القصه بسيطه وقصيره لكن فيها عبره حتى هي، وفيها تعلموا منها الصبر وتعلموا منها بزاف د الحوايج. هذا قال لك واحد السيد، هذه قصه مصريه، هذه قصه في القديم. واحد السيد رجل طيب، كان هو السيد هذا كان في ريجيسير في الإذاعة، ريجيسير في داكشي ديال التمثيل والفن الأفلام وهادي، ومجوج ورجل طيب يعني، ورجل بسيط ومجوج على قوة الله، وكان مجوج امرأة بسيطة يسالي الأذان ورجع. لقد عدت والعود أحمد. فكما قلت لكم هاد ريجيسير كان رجل صعيدي، من الصعيد ديال مصر يعني، متزوج واحد السيدة اللي تا هي من أطيب خلق الله، سيدة بسيطة من الصعيد مصر، ودار واحد الحفلة اللي بسيطة كجميع الناس، وفرحات بيه وفرح بيها. تزوجوا على سنة الله ورسوله، فعاشوا حياة بسيطة وحياة سعيدة، وكانت عنده واحد الشهرية اللي على قد الحال، مع أنه ريجيسير وكيتعامل مع المنتجين، كيتعامل مع المخرجين، مع الفنانة، كان كيتقاضى واحد الشهرية اللي بسيطة، ولكن بسيطة، ولكن مبقاتش الشهرية بسيطة، ولكن اللي كيعرف يتعامل في البساطة كاين السعادة، في البساطة كاين الراحة. وكانت مرتو هي سعيدة مع داك السيد، وعايشة مع السعادة، وعايشة مع البساطة، وفرحانين وهادي. وطبعا بعد مرور شهور وسنة أو سنتين زاد عندهم واحد الوليد، اللي هو جميل، جميل جدا، طفل، فسموه داك الطفل آدم. وداك الطفل كان عندهم أعز حاجة عندهم، طبعا عندهم أعز حاجة في الحياة، وداك الطفل كان مدلل، كان هو الوحيد ديالهم، ففرحوا بيه. كبر الوليد ولا عند واحد 7 سنين هكاك، السنين 7 سنين. فقبل بعدا في العرس ديال ديك ديال هاد الازواج، كان الزوج هدا لمرتو واحد الكردال، كيقول الكردال، وقول الكردال هو واحد بحال هذا تقريبا، ولكن كيكون هنا الله ديال الذهب، كيكون عامر مزيان، غليظ وعامر، كردال يمكن هو هذا ديال الذهب، هذا لا في العرس ديالها. وكانت داك الكردال اعز حاجه عندها، يعني الحاجه اللي عزيزه عندها وغاليه في الثمن ومحتفظه بها، يعني اعز حاجه عندها في الحياه عند ديك المراه. برغم ان داك السيد ريجيسير كما قلت لكم كيتعامل مع المنتجين والمخرجين والفنان، واحد النهار جا عند واحد المخرج قال له انت الشكل ديالك وسيم، والشكل ديالك يعني عاطي العين، وعندك كاريزما، نقدر ندخلك في التمثيل، تمثل، ندخلك في الفن، وراه تقدر تنجح نتايا بحكم الخدمه ديالك، تعاملت معاك وعندك واحد الوسامة ديال الفنانة. فهداك السيد البسيط الصعيدي فرح، قال له ما كرهتش نولي فنان، وما كرهتش نولي مشهور، هاد الإضاءة أنا ما كنعرفش هادشي ديال الإضاءة كتمشي وتجي، ما كرهتش نكون فنان، ما كرهتش نكون مشهور بحال الفنانة العظماء،
ولكن كيفاش قال له انا ما كان عارف لا مثل ما كان عارف لا نواجه الكاميرا ما كان عارف. قال له انا غادي نعلمك كل شيء على هاد الفنان العمالقه كيحسبك جو كاين كلورا تعلمو وعلمناهم، ولكن قال له غادي ضروري تعطيني واحد المبلغ اللي هو جا قاصح شويه على داك السير البسيط داك الريجيسير، قال واحد المبلغ باش انا نعاونك كاين شي وراه وكاين شي خدمه وهادي، ولكن ضروري خصني المبلغ باش نحاول نشوف كيفاش ندير ندخلك في هاد المهنه. فهذاك السيد ما عندوش داك المبلغ، وكان ديما كيحلم هو ملي كان صغير كيحلم انه يكون مشهور وفنان داكشي. فشنو فكر انه يسرق براسو داك الكردال داك الكردال ديال العنق ديال الذهب ويبيعو، مشى باعو وصاوبت الفلوس لداك المنتج اللي كان مدينه اخرى ماشي ديك المدينه بحال قلتي، هو كان في الصعيد والمنتج في القاهره. بحكم داك الفلوس صفتهم بواحد الطريقه اللي ماشي في الحواله، صفتهم بطريقه عاديه ما وصلوش لذاك، وكان مبلغ كبير ما وصلوش لذاك المخرج. فالمخرج بقى كيتسنى قال له ما جاوش الفلوس صافي راه ماش ما يمكنش نعاونك ولا هادي. فدخل داك ريجيسير في اكتئاب حاد، ونط المراه ديالو كتقلب على داك الكبده اللي كان اغلى حاجه عندها، حاجة عزيزة بزاف وغالية اللي كانت دايرة فيها الأمل تقدر تبيعو شي نهار، وما لقاتوش. فمشات نوضات مع نوضات الصداع مع راجلها، فينا هو الكردال وداك ديال الذهب فينا هو، كيقولها أنا ما عرفش فينا هو الكولي ديالي فينا هو الكردال، قال لها أنا ما عرفش فينو. ضغطات عليه مزيان بالغوات والصداع. لا قال لها ودي جا اش غنقول لك، ها شنو انا بعتو باش كومسا عاود لها القصه، ولكن صفت الفلوس انا بواحد الطريقه اللي عاديه ماشي في الحواله، والفلوس ضاعوا وكانت فلوس كثيره. فانا خصام كبير بينو وبين مراتو، خصام كبير اللي دخلوا اللي قامت ان السيده خدات الولد ومشات بحالها ساعه من الدار والديها، قطعات معها العلاقة والصلة، وطاح السيد في اكتئاب حاد، وكانت مشاكل اللي كتيرة وطاح في اكتئاب حاد لي شهور، هو سد عليه البيت وكيبكي كيقول ضيعت المرأة ضيعت الولد ضيعت الكردان ضيعت الخدمة، طاح سجن راسو شهور وشهور. واحد النهار مشى عند ولد عمو عاود له قال له ها شنو راه جا عند ولد عمو صدفه ولقاه سد عليه والحياه، قال له مال، قال له ها شنو وقع راه داك الكولي ديال الذهب راه دهنا مشكل، راه المراه مشات ودات لي الولد ومنعتني نشوفوه، وطاحوا في مشاكل كبيره. قال له ولد عمو سير هضر معاه صدق عليها الباب وحاول على الله. داكشي دار مشى داك الصعيدي مشى لدار والديها دق عليها، خرجت هي وولدو كيهضروا بقى كيتناقشوا رجعي وهادي، وقالت له ما رجعش حتى ترجع لي داك الكولي، الا رجعتي لي الكولي غادي نرجع، ما رجعتيش الكولي ما غاديش نرجع، غادي نبقاو هكا الا ما مات، والكولي من المستحيل نرجعو لان الثمن ديالو غالي باش كان راهنو هو باش حتى الا سميتو الفلوس ويجيب الكردان. بين داك الحوار اللي كيتحاوروا كيدابزوا الولد دار خرج عاد فين مشى تلف هذا كيتغاوتو، مشى رجع الراجل البيس ديالو سد عليه بعيد عليها، دارت المراه هكا ما لقاتش الولد الصغير، مشى تجلى هرب وتجلى قود داك الصداع. السيد الولد عنده 6 سنين بقات كتقلب عليه ولدي ولدي ولدي، وكتفوت ولدي ولدي مشى ولدي مشى 3 ايام وهي كتقلب على الولد. مشات عند راجلها اللي مالي بياتو بالصداع، ولدي قالت قال لها ولدنا مشى بقاو تندبو، طاح زاد هذاك في اكتئاب ناطس ولدي ولدي ولدي، بقات غير ولدي
قلت هي وهي كتبكي، وقلت هي صافي، وتجمعوا بجوجهم كيقلبوا على الولد. انا داك الولد بقوة الصداع اللي مناتو مشى عند داك ولد عمو اللي كان هضر معاه بابا وبزي عنده. صافي بقاو داك الزوج والزوجة غير ولدي، بغينا ولدي، ما بغينا والو، بغينا غير الولد. ولد داك ولد عمو بالعاني شد داك الولد عنده باش يتشواو مزيان على ولدو وينساو داك الكولي ديال الذهب، ينساو داك الكردان ديال الذهب. وفعلا تلت ايام كيتشو على ولدو كيقلبو. قالت له شوف انا ما بغيت لا كردان ديال الذهب، لا كولي، لا ذهب، لا فلوس، لا بغيت غير ولدي، غير ولدي. ونرجعو ترجع المياه لمجاريها، ونرجعو المياه لمجاريها. فما بينما داك بن ولد عمو كان عنده الولد، كان عنده ولد عمو غني، مشى رد داك الفلوس للراهب داك السيد اللي حط له داك ريجيسيل الكولي ديال مرتو، عطاه داك الفلوس ديال الران، رد داك الكولي. ولد عمو رد داك الكولي، خلاهم حتى تشوا مزيان على ولدهم، مشى عندهم دالهم ولدهم، قال لهم ها ولدكم. بقاو تيبوسو في الولد، تيعنقو، المرا كتقول كتقول انا بغيت لا كردان، بغيت لا ذهب، لا الاب، وذلك ما بغيت لا فن، ما بغيت لا تمثيل، نرجع غير خدمتي العاديه والفلوس العاديين، ونعيشو السعاده وبساطه، ونساو داك الكولي. جا داك ولد عمو عطاه داك الكولي، قال له ها الكولي، انا فكيت لك الرهن. قال لمرتو هاك ها الكولي ديالك. قالت له شوف، مادام لقيت ولدي، لقيت الكبده ديالي، داك الكولي خليته الكادو، عطيه النهار غتجوج، عطيه كادو للزوجة ديالك. قال لها علاش؟ قال لها قلت له انا كنت حمقاء في حسابي ان الكولي هو كل شيء، الساعة راه ولدي ولحمي هو كل شيء في الحياة. نساو فعلا داك الذهب، نساو داك الكولي، ونرجع لهم ولدهم. رجعت لهم واحد السعادة، واحد سعادة أخرى اللي كانوا ما كانوش عارفينها حتى فقدوا الولد ديالهم. هاد القصة كتعلمنا بأننا ما كنعرفوش بقيمة شي حاجة حتى كتمشي لينا، كتكون عندنا شي حاجة اللي غالية ما كنحسوش بيها حتى كتمشي، وكنبقاو مسطعين راسنا بشي أشياء اللي تافهة، يعني شي أشياء دنيوية تافهة. ملي كتمشي لنا الانسان، ملي كيمشي لنا شي انسان، او ملي كتمشي لنا الصحه، او ملي كتمشي لنا شي حاجه اللي غاليه غاليه فعلا كالانسان، كما وقع لهذوك الناس مشى لهم ولدهم، فكي يسترجع داك الماضي وتيقول انا حمق اللي كنت كنبكي على واحد الحاجه اللي ما كتستاهلش، وانا عندي حوايج اللي غاليين اكثر من اي حاجه في الدنيا، كالانسان، كالصحه، كبزاف د الحوايج. فالعبره اللي غناخدو من القصه فان كاين شي حوايج حنا كنتقلقوا عليهم وهي بسيطه بسيطه جدا، وكاين شي حوايج اللي عندنا نعم اللي حنا كنكسبوها، كالصحه، كالمال، كالاولاد، هادي وما كنعطيوهاش قيمه حتى كتمشي ديك الحاجه. وهذه العبره من هذه القصه ديال هذا السيد والزوجه ديالو. وكنتمنى هاد القصة البسيطة تعجبكم، فيها عبرة بأن الإنسان هو أغلى حاجة في الدنيا، ماشي الذهب، ماشي الفلوس، ماشي الإنسان، والصحة هي أغلى حاجة في الحياة. نتمنى أيام جاية نعاودكم قصص بسيطة وقصص على المشاهير، كيفاش عاشوا، اللي دس حياته بسلام، كاين اللي دس حياته بعذاب، كاين اللي دس حياته مشاكل اللي صعيبه صعيبه. وهذه هي الحياه، كناخذوا من هذا الشيء كله العبره والحكمه، وناخذوا منه ان نتعلموا بان الحياه راه دايزه باش المكان، ما يعطينا غير القناعه والصحه وطول العمر. السلام عليكم.